النهارده اتكلم على الحوار الوطني، هيرجع الحوار الوطني يشتغل مره اخرى، نشتغل وندخل ونناقش قضايانا وما يواجهنا من تحديات. احنا عايزين انفتاح تاني، بقول انفتاح على الهوى، انفتاح كبير يستحق هذا الشعب اللي نزل 44 مليون، يستحق الافضل دايما في كل شيء، بما فيه حياته السياسيه، بما فيه طلباته، بما فيه الزخم اللي احنا موجودين عليه النهارده، نكمل عليه ونبني عليه. العالم كله النهارده بينظر لينا نظره محترمه جدا ونظره ايجابيه جدا جدا، بيتكلم على اشراف قضائي واشاده كبيره جدا بالاشراف القضائي، بيتكلم على النزاهه الانتخابيه واشاده كبيره بالنزاهه والحياد، بيتكلم على الاعلام المصري والحياد الكامل، محدش يقدر كان يجيب غلطه لاي حد فينا ولا واحد، جميع الاعلام المصري كان واقف موقف محايد، محدش يقدر ينحاز هنا ولا هنا، بما فيهم حملات المرشحين الاربعه كانوا بيتكلموا على الاعلام المصري، واي حد بيطلع في الاعلام بيتكلم على حياد الاعلام المصري ومهنيته. هو ده دورنا، كنا حريصين كلنا على ده، اعلام قومي واعلام خاص، ان كلنا تحت مظله الاعلام الوطني المصري. وبالتالي العالم هو النهارده بيشهد لك بهذا الامر، بيشهد كمان بحياد اجهزه الدوله ومؤسساتها. اتكلم على الداخليه، داخليه تامين بره ملوش علاقه باللجان، بيتكلم على اي حق، مفيش حد مسك غلطه انه حصل، حد قال لك لقينا اوراق انتخابيه مرميه في الشوارع، ما حصلتش، كان زمان بيحصل، او اوراق اترمت وصناديق اتفرغت، ما حصلتش. تعامل انتخابات مثاليه، عندك هيئه وطنيه انتخابات عملت جهد غير مسبوق مع كل قضاه مصر، عملوا جهد غير مسبوق مع تجهيزات واعداد للجان ومقرات انتخابيه، بسم الله ما شاء الله. كل ده يحسب للدوله، لانه في الاخر الدوله المصريه، العالم يرى الدولة المصرية عملت انتخابات ازاي.